بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنستكمل مع بعض إن شاء الله الأدوات، لكن المرة دي هناخد من بعض الأدوات المهمة جدا. في اللي أوت هنختار فريم لي أوت، والفريم ده عبارة عن زي قطعة كده عايزين نعمل فيها شوية شغل، نديها لون خلفية، نحط عليها أدوات، كلام زي كده. فالأول الويث ماتش بيرنت، الهايت الارتفاع بتاعها خليها على قد اللي فيها. طبعا تلاحظوا اتلمت خالص، يعني ايه على راب كونتنت، يعني على قد الكونتنت الداخلي بيها. وهعمل فيها ايه تاني؟ هروح ادور على الخصائص كده. هروح نخلصنا اللي اوت. احنا عايزين نعمل زي ما يعني نسيب مارجنز، خلاص مارجن. فهروح على اللي اوت مارجن، هو هنا جايب المارجن بتاع التوب. لا انا مش عايز التوب، انا عايز المارجنز كلها. ماشي، طب نروح كده نخش في الكود بتاع الاكس ام ال. ادي الفريم لاي اوت، هو اللي مديله ويدث وهايت. فانا هقول له انا عايز الايه اللي اوت مارجن، اللي هي الهوامش الخاصه بالتصميم، عشان برضو يسيب هوامش من جميع الجهات. طبعا ممكن امشي بقى مارجن توب، مارجن هايت، مارجن كده يعني. يا اما ممكن اقول مارجن على طول، يعني لو قلت كده مثلا مارجن باتن هسيب قد ايه من تحت، مارجن اند، مارجن توب، مارجن ستارت اند، واقول 8 مثلا دي بي، وابدا امشي على كل ايه كل هامش من الهوامش. خلاص يعني اخد بقى الكابي بيست 4 مرات وغير، او اقول على طول لي اوت مارجن، يعني من جميع الجهات سيب لي 8 ايه سبيس 8 دي بي من كل الايه من فوق ومن تحت ومن يمين وعشرة. خلاص طيب، جواها جوه الفريم لي اوت احط برضو فيرتيكال لينير لي اوت، عشان العناصر جوه تبقى تحت بعض، اللي هي بتاعت اللي هي بتاعه السنه الاولى، سنه ثانيه، سنه ثالثه، رابعه كده. اتاكد الاول ان اللينير الاوت دخلت جوه الفريم لي اوت. لا هي ما دخلتش جوه الفريم لي اوت، هي ما اتحطت فوقيه. هتلاحظ الحته دي عشان تبقى الدقه، بالذات لما اكون مش عامل ماتش بيرنت يعني. فانا هاخد اكت اللينير لي اوت واحطها ما بين فريم لي اوت وسلاش فريم لي اوت، عشان يبقى الفريم لي اوت جواه يحتوي على اللينير. وعايز احط بقى الايتمز جوه اللينير، واحط الايتمز جوه مين؟ اللينير. اتاكد ان الايتمز الاول، الايتمز اقصد بقى كنترولز اللي هي الراديو باتنز والحاجات دي كلها تبقى جوه كنترولز. هاخد منها كده تكست فيو من اي مكان عندي تكست فيو كده بالديزاين بتاعه بالتنسيق، واحطه جوه اللينير لي اوت. هعمل هوسع كده وهعمل بيست، وبعد هيضرب اقول له غير الاي دي، خليه مثلا تكست فيو 5، ونفس كل حاجه بس الليبل بتاعه اتغير، لان ده هيظهر فيه كلمه الاكاديميك كير، فاختار بس من السين اكاديميك كير. ايوه هي دي بس بالظبط كده العنوان. بعد كده عايز احط بقى الراديو باتنز بتاعتي، عايز احط الراديو باتنز بتاعتي. مظبوط كده. طيب هنا دي الهوامش بتاعت الفريم لي اوت. برضه الفريم لي اوت ممكن اديله باك جراوند كلر عشان ايه يبقى ليه لون مختلف عن باقي الصفحه. هنديله لون خفيف كده شويه، مثلا هقول اي 1 مثلا، اي حاجه مثلا اف 5. طبعا كنت ضمان عالي كده في الار جي بي هيبقى لون فاتح. تمام ماشي وليكن. بعد كده عايز اعمل ايه؟ عاوز احط بقى الايه من باتنز، يعني لو انا رحت كده في الباليت بتاعتي من باتنز عايز انزل راديو جروب، او مش عايز راديو جروب، او لا 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 كنسل كنسل، احنا ده اخترنا حاجه غلط، اخترنا تشيب جروب. كنسل، هات راديو جروب مش راديو باتن، راديو جروب. عايز احط الاول راديو جروب واحط جوه كذا راديو باتن. فكره الراديو جروب والراديو باتن مهمه جدا. هو طبعا الراديو جروب اتحط مكانه صح بعد التكست، ان انا عندي اوبشنز في الراديو باتنز كلها تحت راديو جروب واحد. يعني ايه جروب مع بعض؟ يعني اختار يا لسنه اولى يا سنه ثانيه يا سنه ثالثه يا سنه رابعه، مفيش غيرهم. يبقى احط لهم راديو جروب واحط الاربع اوبشنز جواه، بحيث ما ينفعش اختار اثنين منهم. لو انا عندي حاجه يختار منها وحاجه ثانيه يختار منها، احط دول في جروب ودول في جروب، بحيث يقدر يختار من دول حاجه ويختار من دول حاجه، لان دي وان سيلكت. الراديو دايما وان سيلكت. اديته اي دي بس سميته يي راديو جروب. تمام؟ والمارجن يهمني اول مارجن اللي فوق، عشان بس هو اول واقع، عشان ايه يبعد عن اللي فوقيه يعني. فزوده شويه في المارجن ستارت مثلا 16، وممكن بقيه المارجن كلهم نعملها 8 عادي. المارجنز الكامله كلها تبقى 8، بس هو استثناء بس الايه الستارت اللي بيبدا منه يبقى هو بس 16 شويه. ماشي. كويس ده كده ايه طبعا مقفول بالشكل النهائي الراديو جروب. هقول له لا،
عشان بس يبقى مفتوح عشان اقدر احط جواه الايه الراديو باتنز اللي انا عايزها. فاشد راديو باتن واحطه، اتحط الراديو باتن، اتاكد ان هو محطوط جوه الراديو جروب. مظبوط، اتحط جوه الراديو جروب، تمام زي ما احنا شايفين كده، ده كويس جدا. طبعا ممكن اشد راديو باتن تاني واحطه تحتيه، وراديو باتن تالت ورابع وخامس وكده، واللي انا عايزه كل دول كده بقى جوه راديو جروب واحد، يبقى هيسلكت منهم واحد بس. طبعا هعمل كنترول زد لان انا هظبط واحد بالديزاين بكل حاجه، وبعد كده ايه كابي بيست على طول بنفس التنسيق. فهقول له الاي دي بتاعي بتاع اول راديو باتن هيبقى الفيرست يير، صح؟ هسميه فيرست راديو باتن، والتكست بتاعه معروف احنا عاملينه خلاص في السترنجز دوت اكس ام ال. الويدث بتاعته اخليها راب كونتنت على قده، والبرده والهايت راب كونتنت. التكست المكتوبه جواها هتبقى ايه؟ هقول له هنادي على السترنج الاقي حاجه اسمها فيرست يير ليبل، عنوان الفيرست يير. والفونت بقى اللي هو الحاجات الخاصه بقى باللون الكتابه والكلام ده كله ممكن ناخده من اي حته كده عندي. هات دول اللي هو التكست كلر والتكست سايز والبولد والستايل. بيست على طول كده، كويس جدا كده. راديو باتن الاولاني كابي كده، بيست الثاني، بيست الثالث، بيست الرابع. حلوين جدا. غير بس الايديات، ده اول واحد مظبوط، سيبه فيرست راديو جروب. الثاني بقى هيبقى اسمه سكند راديو جروب، ايوه، والليبل بتاعه في التكست هيبقى اسمه سكند يير ليبل. الاي دي بتاع الثاني هيبقى اسمه ثيرد راديو باتن، والايه التكست هيبقى ثيرد يير ليبل. فاضل لي الفورس، فورس راديو باتن والايه والفورس يير ليبل. كده الاربعه اهم مظبوطين. لو رجعنا على الديزاين بتاعنا تشوفهم، تمام، ادي شكلهم اهو. ممكن نعمل رن كده ونشوف شكلهم واحنا بنتنقل بينهم اثناء الايه الرن. طبعا هنا هيكتب الاسم، هنا السكور، خلاص هو هنا ادوس على فيرست يير، ادوس على سكند يير يسيب فيرست، ادوس على ثيرد يسيب سكند، ادوس على فورس يسيب وهكذا. فبيبدل لان هو عارفهم من كلمه راديو ايه راديو جروب. طيب كويس جدا. هرجع كده لللينير لي اوت بتاعتي بس عشان المسافات اللي كانت موجوده كانتش عجباني. لقيت ان ادي كونسترنت اند وكله مظبوط. ليه دي بعد التكست فيو؟ ليه الباتم المفروض يبقى بعد البيرنت؟ عشان بس انا كنت عايز اسيب الاطراف دي اللي لازقه دي كله يبقى بعد البيرنت. معرفش كتبها ليه كده. ده ضرب خالص، يبقى في حاجه غلط. المفروض لا، المفروض ان توتوب اوف، لان ديت اللينير الرئيسيه تبقى من جميع الجهات هي البيرنت. لا ده مش الرئيسيه، سوري، يطلع فوق. ايه ده؟ طيب ده في هنا حاجه غلط كده، تكست فيو غريب مكتوب عليه هالو وورلد. ليه كده هالو وورلد ده؟ شيل تكست فيو ده اساسا، احنا مالنا مع التكست فيو؟ ما اعرفش التكست فيو ده جنين. نرميه. نرجع بقى للايه لللينير لي اوت الرئيسيه، اخليها تو توب اوف بيرنت، كله بيرنت، كونسترينت كلها بيرنت. وديزاين كده الدنيا راحت ليه؟ هل في اي غلطة او اي شيء؟ هرجع كده، هرجع كنترول زد كنترول زد، والتكست فيو ده والتكست فيو اي كلام يعني. انا مش عارف هو فين اصلا. طيب كويس جدا، ده الليبل الرئيسي اللي هو التايتل بتاعنا. التكست فيو ده ملوش يعني غريب غريب غريب، نمسحه تاني. معلش دي غلطة بسيطة، معرفش ايه جت منين يعني. احنا بنشد احنا بنسحب حاجه اسيبك منها. وال تو توب اوف لازم تكون بيرنت، رجعها بيرنت. وممكن يكون بس هنج ولا بتعمل راست، نرن نجرب بس على ما الديزاين بتاعنا يقوم حاجه. ماشي، الديزاين معلق. ساعات الاكس ام ال بتاع الديزاين كده ساعات بيعلق بس. ممكن الويدث والهايت عشان ثابت. صحيح، خلي ويدث بتاع اللينير لي اوت ماتش بيرنت والهايت ماتش بيرنت، والهوامش كلها تمانيات وهي فيرتيكال مظبوط، والاكس
الكونسترينتس كلها مظبوطه. تمام كده كويس. نرن بقى كده نشوف الديزاين المفروض كده كل الهوامش بقى تساب. تمام جدا. تلاحظ ان الهامش على اليمين، الهامش على الشمال، في هوامش مظبوط، الاختيارات كده مظبوطه، الديزاين بدا يظبط في الحته دي. نقدر نشتغل عليه. وادي الراديو باتن الاولاني، بس نخلي واحد منهم دايما هو اللي تشيكد، بحيث يبقى لازم يختار حاجه، والا هبقى ثابت على حاجه ما يبقاش سايب يعني. ونكمل ان شاء الله.